أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. مثل ما شفتوا يعني عدد من البطولات اللي دائما ما بنسمع بالفترة الأخيرة عم تقام لكرة الطائرة، أكيد منها الكرة الشاطئية، ولكن اليوم عم نتحدث عن بطولة حتضم عدد كبير من الدول أكيد المشاركة، وحتكون أكيد بسواحل وشواطئ العقبة. معنا اليوم منظم البطولة وهو لاعب المنتخب أيضا اللبناني هادي عمار. أهلا وسهلا فيك كوتش. أهلا وسهلا فيك. أمورك تمام؟ أشكرك على العزيمة. صفا؟ كيف عمان معك؟ تمام. والعقبة؟ عمان والعقبة عمرك أطول من عمري. كليا كجو. تماما. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كابتن، خلينا نحكي بداية على فكرة أو تنظيم هذه البطولة. إحنا وين واصلين فيها وشو عم نرتب؟ أول شيء بحب أشكر مدرسة الراهبات لاستضافة هيك بطولة كتير قوية. أنت وقت تحكي ب 12 دولة مشاركين بهيك بطولة وكشاطئية بيتش فولي بول، عن جد هذا شيء كتير محفز طبعاً. للعبة، لأنه أي حدا هلأ بده يلعب لعبة لازم يكون في لها مقومات اللي هي من أساس البطولات. صحيح. لهيك أنا كتير مبسوط بهذا الشيء أنه مدرسة الراهبات الوردية، وأخص بالذكر مديرة المدرسة دميانة بدر على استضافة هيك بطولة تكون كتير قوية. 100%. أنت حكيت لي هادي بجوز لما رتبنا للمقابلة أنه الهدف رجال فيه، سيدات فيه، وأيضا ناشئين. صح. حيكون فيه نحكي عن هاي الموضوع وعن المشاركين. أكيد. أنا فكرتي بأي بطولة هلأ عم بعملها أنه يكون متواجد الناشئين، لأنه لحنا بنعرف هلأ أنه أي لعبة بتنبنى بدها قاعدة قوية، القاعدة القوية بتطلع من الأولاد. بقى هلأ كل شغلي عم بيكون أنه طلعوا انه في هيدول بيلعبوا منيح حتى انتم بعدين تكونوا عم تقلدون وتكونوا قدوه لإلكم. اكيد الشغله بدها وقت، بدها تعب، بس ان شاء الله شويه وقت بنكون واصلين لهيدا الشيء ان شاء الله. ممتاز. خلينا نحكي برضه كابتن على كره الطائره الشاطئيه، قديش هي منتشره، قديش انت عم تشوف انه في اقبال من اهتمام الناس او حتى المشاركه بهذه البطوله؟ كمان هلا كبدايه ببلش، هي اول بطوله كانت على صعيد العقبه، بعد منها ثاني بطوله يلي هي كانت اكبر بالتلبية. كمان بشكر المدير التلبية مدير العام رامي عوض لأنه استضاف هيك بطولة. نعم. كان مشارك فيها 46 فريق على مستوى الأردن. كانت جدا ناجحة، كمان حضرتكم كنت عاملين ريبورتاج عن هذا الشيء. صحيح. بقى عن جد كل العالم كانت في هذا الموقف عم تطلع أنه شو هيدا الشيء اللي عم يصير كأول حدث لنا. بطولة كانت جدا ناجحة، وأنا بتمنى أنه على طول يضل، لانه في سلطه العقبه هلا شاد ايده معنا بهي البطوله اللي حتصير، واعطتنا كل الدعم، بخص بالذكر المفوض رمزي كبريتي اللي عاطيني كل الدعم انه لحنا لازم ندخل السياحه على العقبه. انت كيف هلا بتدخل السياحه وقت يكون في جو حلو، شو حلو، بقى مش بس يكون فوتبول او باسكت، لازم تفوت هاي اللعبه، بالاخص مثل ما هلا سالتيني اول شيء عن الجو، جو عمان مختلف جو كليا عن جو العقبه. مين احلى؟ هلا كل واحدة بتتميز بشيء، بس مين احلى؟ انا صراحه بحب العقبه بسبب الشاطئيه. يعني انا على كثر ما اني متشجع على اللعبه، الشاطئيه اللي بدها جو يكون حامي، نسبه الاصابات كثير بتخف لها. مزبوط. يكون في شو. طب من هون كابتن هادي، اذا بدنا نحكي احنا على اذا في اشخاص بعمان حابين يمارسوا هاي الرياضه او يتدربوا عليها، ايش التحديات اللي ممكن تواجههم؟ تحديات مختلفة كمان كليا عن العقبة، بدي ضل اقول هذا الشيء. ليش مختلفة؟ وقت تحكي انت بالبيتش شاطئية، يعني بدك ملعب مفتوح، بدك رمل، والسقعة هون عن جد حافز جدا للإصابات. انا بفضل نبعد، قلت لك لجو يكون كل الوقت انسب لهي الرياضة بيكون احسن يعني. بس كهون في المقومات يلي هي عدد اللعيبة وعدد اللي بيحبوا اللعبة جدا جدا كبير. هلا بتشوفوا الاكاديميات، امبارح كان في بطوله عملتها اكاديميه سباير مع عدي ونانسي، وجه لهم تحيه كمان للكوتشيه. كمان في اكاديميه جوردن فوليبول اكاديميه اللي هي باداره تالا، وكمان وولفز فوليبول اللي هي مع الكابتن علي. يعني في اكاديميات جدا متشجعه على لعبه الفوليبول. صح. الشاطئيه بتجيك تكنيك مختلف، سيستم مختلف، بقى هذا الشيء لازم انا بفضل يكون في لبعدين دورات مدربين للشاطئيه ليفل 1 حتى الكل يبلش يبشر بهي اللعبه. صحيح. واحنا الفولي بول او كره الطائره اصلا صارت شعبيه بالاردن وكثير محضوره يعني من المشاهدين من الجمهور اللي بيكونوا موجودين، لكن الشاطئيه بتعرف عمان جبليه. العقبه بالفتره الاخيره دائما بنحكي كمان انه صارت زي العاصمه الرياضيه بالاردن. صح. عدد كبير من النشاطات الرياضيه والبطولات العالميه مش فقط العربيه، داعم كبير من الشركات الموجودة فيها، فتحياتنا لكل شخص بيدعم البطولات. طبعا هون بنحكي مين الدول المشاركة، خبرنا أكثر. كمان بس بدي لك شغلة بالنسبة للشركات المشاركة، حتنصدمي بالبطولة الثانية اللي عملتها بالتلبية،
كان بس في دعمين اساسيين للعبه اللي هن اكيد التلبيه لانه صار البطوله عرضه. الثاني الاستاذ، تخيل شركه واحده الاستاذ للصرافه عبد الرحمن دردساوي ومدرسه راهبات بس شيلوا بطوله تسجل فيه 46 فرق. هلا البطوله الجايه ان شاء الله حتكون اقوى، وعن جد لازم يكون في سبونسر اقوى. دعوه اكيد للسبونسرز انه يكونوا موجودين والداعمين لهي البطوله، لانه فعليا هي تعد سياحه رياضيه بالعقبة. كم بلد مشاركه؟ 12 دوله بس اذا بتحكي ب 12 يعني 24 فريق. وحلا في بلدان متحمسه كثير انه ما تشارك بس بتيم واحد، تشارك يعني مثلا لبنان مشارك بتيم منبر اللي هو البطل والوصيف مشاركين اثنين، مصر بطل افريقيا مشاركه كمان، دعاء هي تكون بطله مصر كمان جايه على البطوله. يعني انا كثير بشجعني بطل. هلا كمان قريبا اذا هسه بيفوزوا بكاس بيفوتوا بكتاب جينيس كحدا 50 بطوله، مش يعني بطوله عن جد كثير قويه حتكون. بالاخص حاذكر لك هلا الفرق اللي هن الجزائر، المغرب، فلسطين، الكويت، قطر، اكيد الاردن لانه هي البلد المستضيف، لبنان، سوريا، في بعض دبي، في بعض كله عربي. كله عربي. لا انا حابب يكون في لبعدين بشهر 9 ان شاء الله بطوله على مستوى عالمي. ولحنا انا سبق وقلت انه كان فيه تصفيات كاس عالم كنا مستضيفين عنا بس رجع السوء الاخضر ما دانا بعفي فيها، بس ان شاء الله هي البطوله حتكون وجهه اساسيه شهر 9 ان شاء الله باذن الله. كابتن هادي بدي اسالك، بما انه حضرتك لاعب منتخب لبناني، قديش ممكن ناخذ احنا كلاعبين عندنا هون خبره من لاعب من بلد ثانيه؟ شو راح تكون في قيمه مضافه للاعبين اللي عندنا؟ انا بشوف كنظرتي انا انه اي لاعب هلا بيكون مستوى محترف، يعني انا طبعاً كمان ضيت معكم عقد السنه ان شاء الله حلعب مع الاردن ان شاء الله مع نادي هون، بشوف وقت يكون اللاعب عن جد جيد بهاللعبه عنده امكانيه اكثر يوصلها للتلميذ. هلا هي مش قاعده بس انا بشوف بهالسيستم كلعبه لا بلا كثير اهيان توصلها، كثير اهيان انه تساعده. بالاخص انا بلبنان وقتها تمرست بهيدا الشيء بلشت مع حدا بطل لبنان 10 سنين ولهيك وصلت يمكن الحمد لله لهالمرحله بهالعمر الصغير. ما شاء الله عليك 100%. واليوم بنحكي ايضا تحياتي لكابتن حاتم عقل اللي اكيد حكى لي ميسون في 1-2-3 لازم تكون الحديث عن هاي البطوله، حتكون هي ببدايه شهر تموز صح؟ شهر 7 من 4 ل 8 تموز صح. حتكون هي 4 ليالي 5 ايام يعني. حيكون الفينال. انا قلت ضل عدلكم، انا اهم شيء عندي الناشئين اللي هن طالعين. وانا حاعمل الفينال تبع الشباب، فينال تبع البنات محترفين، كمان في بطوله حتكون ميكس اللي هي اكيد حفوت جو حماس بين اللعيبه وتسليه بقى. حيكون في بطوله ميكس وكمان بنفس الوقت في بطوله هواه. بالنسبه انا ما حكيت عن الفريق اللي حيمثلوا المنتخب الاردني هن من العقبه، محمد السعدي وابراهيم شعط. وبالنسبه ل من هون من عمان حيشارك اكيد فريقي اللي هو خالد وياسر، اثنيناتهم كانوا على اساس يطلعوا كمان يلعبوا بتصفيات كاس العالم. بقى الاولاد اللي حيطلعوا كمان حيكون في تايم يعني لإلهم وقت مخصص يكون عم ينعرض لهم انه في اولاد عم تطلع تلعب شاطئيه. لو بمده قليله اللي هي 15 انت بتحكي اللعبه الشاطئيه على مستوى العالم هي من اصعب اللعب اللي بتنعطى، بتعرفوا انتوا بتحكي هلا على الارض بيكون صعب بيتش الحركه كثير اصعب طبعا. ومع هيك انا بتامل كثير فيهم ان شاء الله. بدي اسالك عن التسجيل او الالتحاق بالمشاركه بهذه البطوله، هل هي مفتوحه لكل الاشخاص ولا لازم يكونوا ضمن فرق معينة أو كيف الآلية؟ بالنسبة للدول أنا فتحت للدول، يعني اللي بده يشارك بالدول أكثر من فريق أنا هذا الشيء بيشجعني كثير. بالأخص مثل ما ذكرت لكم أنه التلبية مدير رامي عودة كثير متحمس على هذا الموضوع أنه يكون في مبيت للعيبة. هو أهم شيء هلا هون عندنا بالبطولة هو المبيت. بقى هو كثير عم يساعد بهذا الشيء أنه مش يكون في تيم واحد بس مسجل، أكثر من تيم ما عنده أي مشكلة. هذا الشيء كثير كمان بيحفز كل المنتخبات تشارك. بالنسبه لهون كهواة لا حيكون الهواة مفتوحه بس ما حنقدر نشاركهم مع المحترفين، تخلي كل وحده إلى جوها وقوتها يعني 100%. ممتاز. بتحب تضيف اي شيء هادي؟ اكيد بحب اتشكركم على الدعايه الحلوه، وكمان بحب اتشكر مدير الاتحاد اللي هو كان رواجده. واكيد هلا كنسبه انا هذا الشيء ما ذكرته كنائب رئيس اتحاد عربي بيكون جهاد استاذ جهاد خطيشات ما بعرف اذا بتعرفوا هيدا الشيء. طبعا هذا الشيء كثير بشجع انه اللعبه عن جد تعمل بول اب لفوق ان شاء الله يا ربي دائما موفقين ودائما الكره الطائره تكون بكل طبعا فروعها اللي هي قاعات واللي هي ايضا شاطئيه وغيرها تكون باعلى المستويات. كل الشكر لك هادي، اهلا وسهلا فيك بالاردن وكل التوفيق بالقادم ان شاء الله. شكرا لك. يعطيكم الف عافيه.